ديالها، وهذا شيء طبيعي جدا في مباراة مثل هذه في الدربيات هذه. ولكن من ناحية نقولوا من ناحية التكتيكية شفنا دو ستيل ديفيرون، يعني طريقتين مختلفتين. نعم. شفنا المولودية كيفاش يوضعوا الكرة في الأرض، يلعبوا دي دوبلومون، يلعبوا لاباس روميز والكرة القصيرة، يروحوا بالكرة الهجمة السريعة يعني في المحور. الاتحاد شفناه ضغط عالي، افتكاك الكرة، الذهاب على الجناحين، خاصة الجناح الأيمن بن يحيى والجناح الأيسر بن موسى، باش يقوموا بالتوزيعات ناحية يايا وكذلك درفلو، والاعتماد كذلك على الكرة الثابتة اللي كانت خطيرة جدا بالنسبة إلى الاتحاد. هاي حوصلة لإدريس، نعم. بارك الله فيك. حوصلة حول الشوط الأول، وطبعا في الاستوديو المجموعة مع زميلنا سامي نورتين عندهم ما يقولوا في هذه المباراة، وسنستمع لكم ولذكريني حتى شكرا على حسن انتباهكم. ينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. عودة لك نور الدين سامي والاستوديو. شكرا اذا زميل شايب عبد الحفيظ على التعليق والتحليل الفني كان لي المحلل التلفزيون ادريس غيموس. 0-0 في شوط كان فيه الاندفاع البدني اكثر من شيء اخر، فيه فرصتين تقريبا سانحتين للتهديف، واحده للمولوديه لنقاش بالدبكه والاخرى لكودري. كودري يعني مش فقط تكلمنا، ولكن الباقي فيه اندفاع بدني كبير جدا. يعني الشيء اللي التف الانتباه في هذا الشوط الاول هو كثره المخالفات يعني بين الفريقين، اندفاع كثير. تكلمنا على السيستم تاع المدرب كازوني وحمدي، لكن شاهدنا شيء اخر لما بدات المباراه، شاهدنا نفس الفريقين اللي يلعبوا ب 4-3-3، يعني شاهدنا مناصب غير عاديه عاديه بالنسبه لمولوديه الجزائر. رجع على الجهه اليسرى، النقاش على الجهه اليمنى، ما مشات يعني كما ينبغي. ممكن استراتيجيه من طرف المدرب كازوني هو ابقاء بالغ في الاحتياط. نفس الشيء بالنسبه للاتحاد العاصمه، طبعا سنشاهد بعض الصور ونقوم بتحليل بعض الفرص في هذا الشوط الاول قلنا الذي انتهى كما بدا، مع صور مختاره من طرف الزميل محمد سول وهو مشكور. طبعا يعني هنا التماس ما كانش يعني البدايه كانت تقريبا استحواذ الكره كان بالنسبه للاتحاد العاصمه، بدا مليح في الشوط الاول، في 10 دقائق كانت عنده ركنيتين حتى هنا، يعني ما فهمناش واش حب يدير، يعني اللاعب حب يرجع الكره للخلف. تشوف هنا نور الدين، تشوف استعمال القوه من طرف المهاجم، هنا الركنيات اللي كانت نوعا ما شويه خطيره من الاتحاد العاصمه، هذا التدخل شعال الاول، نسيت بن يحيى عبد اللوي ما كانتش يعني في مع هذا ما شفناش يعني الحارس شعال كان عنده التدخلات كبيره، كان يعني في راحه. نفس الشيء بالنسبه فقط في الكرات العاليه تقريبا مثل زماموش. وهنا شوف نور الدين تكلمنا على الحسابات، الفريقين خايفين، تدخلات كثيرة، حتى الحراس شاهدناهم أن قلنا خايفين في الشوط الأول، فما بالك يعني في الشوط الثاني بعد يعني مرور ربع ساعة 20 دقيقة تقريبا يكون بدون. شوف هنا الضغط راح حامل الكرة، هذه الفرصة اللي بندبكة، هنا تمريرة جميلة من النقاش، شوف هنا تباطأ وحتى يعني شوف لي حتى النقاش التمريرة الأولى كانت شوية ناقصتها يعني ما سيطرش على الكرة. هنا شوف الكرة راحت له هنا، هنا راحت كانت في العمق شوية يعني، لكن هنا كان يلعب بالكرة بندبكة، شوف هنا عطل هنا، شوف زاد وخرجت الكرة، كان بإمكانه والعمل ايضا اللي قام به زماموش غطى له مليح الزاوية. نور الدين هنا كان مهاجم يعني عنده يعني الحيلة، كان في اولها ما يضربش بالقوة، يرفد الكرة على زاموش، لأن زاموش خرج وغلق الزاوية. هنا تدخل يعني قيمة الفنية تاع اللاعب، ونظن بندبكة ما عرفش يتعامل مع هذه الكرة، لأن شوف في الشوط الأول هذه الفرصة الأولى، لو تسجلت هذه الفرصة لكانت ممكن يكون وجه آخر بالنسبة للمولودية. كان ذلك في دقيقة 14. ثم الكرة الثابتة هذه ضيعة من حشود، يعني في على مرتين أو ثلاث، حتى الركنيات يدل على الضغط يعني على العصبي اللي راه عايشه كل فريق. يعني الكلفيه التسديد ما كانتش في المستوى، سواء في الركنيات او حتى في المخالفات.
نظن هنا الضغط كبير على اللاعبين. هذه الكرة كانت سهلة بالنسبة الوحيدة اللي راح تقريبا بين قوسين اللي كانت في بين الخشبات الثلاث كما يقال. هذه توزيعة أخرى هنا كان بإمكان بن يحيى يسجل الأرض. شوف هنا تشوف تحس باللي الضغط واللاعب اللي ما عندوش عنده ثقة. لو كان عنده ثقة اللاعب بن يحيى هنا كان وحده كان ياخذ المعلومة بأن اللاعب القراوي راه بعيد عليه يرجعها بالراس أو بصدره للسوف زاما مش كان خرج من المرمى تاعو يعني وطلب الكرة. لو كانت متوجهة للمرمى المرمى كان يسجل. شوف هنا دائما الضغط على تحس باللي هذا يعني اضعف لاعب اللي كان في اتحاد العاصمه اليوم هو في الشوط الاول هذا بن يحيى اللي حقيقه ماهوش المنصب تاعو. هذه الكره فرصه الهدف يعني نفس الشيء. شوف الترويض ودفع الكره الامام كان طويله شويه على كدري هو في الشوط الاول هذا بن يحيى عنده حقيقه ماهوش المنصب تاعو. هذه الكره شوف على الهدف خارج القدم يعني نفس الشيء. شوف الترويض ودفع الكره الامام كان طويله شويه على كدري هو في الشوط الاول هذا بن يحيى عنده حقيقه ماهوش المنصب تاعو. هذه الكره جميله من بن يحيى اللي خدم معلومه بالغني نفس الشيء. شوف الترويض ودفع الكره الامام كان طويله شويه على كدري هو في الشوط الاول مي با عندي خرج كان اونتيسيبا للكره كان ممكن يكون على باله باللي راح يسدد بالقوه والشيء اللي صرا الحق عليها مبارك. هنا رمى روحه مبارك كان ممكن يدير كروشي يخرج أيضا. احسن بالجاليو لا ما لازمش نطلبوا من اكثر من امكانياته لانه هو ماهوش لاعب. لو درفلو ممكن نلومه مهاجمين لكن يعني. نور الدين في الكره الحديثه يعني وصل يلا نكملوا هذه اللقطات هذه. شوف هنا الاختيار نتاع امادا في بعض الاحيان هنا ما كانش موفق لكن شوف هنا دار ضغط مليح لكن الكره تاع العاقب هذيك ما كانش موفقه من امادا. شوف هنا كان مليح شوف المره الثانيه تاع المولوديه ضغط مليح للمولوديه بين درارجه وحتى وراءه. شوف امادا كانوا ثلاثه ضد ثلاثه هنا خضل دار لكن هنا المره كان بامكانه يمشي بها للامام أفضل. ربما الفكره كانت افضل ولكن الكره العرضيه تاع عبد اللاوي نحو بن يحيى ما كانش مطلوبه. هذه الكره كانت هنا القراءه الجيده والتركيز لونتيسيباسيون يعني شوف قرا شوف هنا خرجوا كان لو حب يلمس الكره كان بامكانه يخرج على لكن الحيله تاع الحارس ما موش لعبها في الاول. دائما الكرات الجميله والصعبه من امادا. شوف المولوديه لما يلعبوا الكرات القصيره في العمق تاع دفاع اتحاد العاصمه يكونوا دائما يعني فيه خطوره. هي صح من الناحيه الفنيه جميله خلينا من الناحيه التحكيميه طبعا عندنا كلام اخر ولكن شوف وحده هنا دائما الكرة القصيرة شوف بين مثلث هنا تاع مولودية الجزائر شوف بين أمادا وقراوي واللاعب دراجة شوف هنا هذه لقطة جميلة جدا لما تلعب بلمسة يعني لمسة ممكن أنك تمر على خطوط وتخترق دفاع اتحاد العاصمة فعلا. الرد فعل الاتحاد الجزائر يعني كان فيها بعد المرحلة الأولى للاتحاد ثم المولودية ثم الاتحاد ثم المولودية يعني كان الشوط الأول يمر بفترات اتحاد العاصمه حتى يعني الخطط ما كانتش واضحه كثير لانه كان فيه اندفاع وهنا كان فيه غياب للمدافعين المولوديه في الكرات الثابته. لكن شوف اليوم المولودية الجزائر شوف الضغط تاع المباراه منذ مجيء كازوني عنده استراتيجيه ان الحارس ما يضربش الكرات الطويله لكن في هذه المباراه والضغط تاع لاعبي اتحاد العاصمه على المدافعين اللي ما يحبوش يخرجوا الكره قصيره وهذه كل تعليمات حمدي شاهدنا دائما
شعال يلعب الكرة الطويلة، وهذا شاهدنا أن دائما يورونا الصورة تاع كازوني ما هوش راضي على الكرات لما يسددهم الشعال، هو يعني يتكلم أن الكرات القصيرة. هذه من ناحية الفنية. يلا نشوف مع التحكيم مع محمد يوبي، كان فيها عمل كبير لبكواسة محمد زكريني. محمد زكريني فعلا. نعم، نحيوه محمد يوبي طبعا منا. بكواسة لطفي بكل صراحة، شوط وليس بكواسة كما يقول الزميل. بكواسة لطفي. أيوة. يعني بكل صراحة أدى شوط في المستوى. أنا شوط أول شفته هو كبير على الشوط الأول، وين شفنا احنا 20 مخالفة، 11 مخالفة لاتحاد العاصمة، 9 مخالفات لمولودية العاصمة. شفنا 8 ركنيات، 4 لاتحاد العاصمة، 4 لمولودية الجزائر. شفنا بطاقة صفراء واحدة لكودري مستحقة، وين شفنا الحالة دوك راح نشوفوا الحالة. والشيء اللي حيرني في المباراة هذه شفنا تسلل واحد تاع نقاش، يعني الفريقين ما يلعبوش التسلل على حسب ما شفت، يلعبوا التأمين، تأمين المنطقة، يلعبوا العمق، ما يحبوش يخليوا المساحات والكرات هنا. لا بطبيعة الحال يعطينا الصور اللي كان ممكن. محمد سول هنا نشوفوا هل فيه خطأ على لاعب اتحاد الجزائر اللي بقى واقع، لاعب بن يحيى. لا انا نشوفوا في هاي اللقطه هنا محمد، لا هنا ركنيه، هنا اعلن على ركنيه، على ركنيه بعد التدخل هنا. شوفوا لا شوف هنا منا ومنها، هاي شوفوا الجهه اللي منا هنايا. بطبيعه الحال رد الكره معلن ما فيه ولا شيء، معلنش هو حتى لما راحت الكره راحت ما فيه ولا شيء. لا شوف الحال، السعد وحده ضرب الكره راحت، خليها تمشي خليها، لما راحت خرجها داوها المولوديه، عاود ولا للاعب اللي سقط ودار اسقاط، دار كره تاع اسقاط. هنا مخالفه لاتحاد العاصمه، شو هنا بالغير لا لصالح المولوديه، كان فيها خطا. اصلا دوك تشوف بالعقل، دوك تشوف بالعقل، هو راح بالغيت راح يطلب باش يعطيه انذار، خليها زيد تمشي خليها ولكن المسك والدفع، واعطى الاتحاد العاصمه اعطى له المخالفه ماهيش باسمه، لا اعطاها المولوديه. المولوديه اللي كان فيه خطا الاول من موسى، من موسى خلى له الافضليه، ولما جاء هذا كان فيه خطا من 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 لاعب المولوديه، ولكن رجع الخطا الاول. هنا كان هنا تدخل ايضا، تدخل واضح، يعني واش الروح الرياضيه عاليه يعني ما في الميدان. صح، هو لياقته البدنيه الجيده اللي سمحت له خلاته باش يعلن عن كل المخالفات. انا هاليك وراها باينه، يعني راح الرجل تاعو هاليك وراها، لعب له رجله ولعب الكره، وين المخالفه اعلنها كانت صحيحه. ثم هذه اللقطه تاعو هاليك وراها، لعب له رجله ولعب الكره، وين المخالفه اعلنها كانت صحيحه. ثم هذه اللقطه تهديد الفريق بالانذارات كلها، ولكن هنايا في هذه المباراه لعب رجله ولعب الكره، مع الاول بن يحيى هذيك يدو في كتفه زاد جاب الغيط، ولكن هنايا في هذه المباراه المخالفه موجوده وصحيحه. رغم ذلك كان في عمل لبكواسة، بطبيعة الحال بكواسة في هذه المباراة كان قريب من لياقته البدنية هي اللي خلاته يعلن عن كل المخالفات. شوف لمسة اليد هنا يا واضحة، شوف لما لعب الكرة لمست في يده، شوف هو وراه يعني قريب 5-6 أمتار على اللاعب. هنا يا وين دريس غيموس قال ببضع سنتيمترات، ما كاينش بضع سنتيمترات ولا انا نشاهدوها. يلا تابعوا، شوف هنايا اللي بليز افونسي واضحه، يعني تسلل واضح، نقاش كان في وضعيه التسلل، والتسلل واضح وصحيح. هنا العلامه الكاميرا، شوف بنوه وراه، يعني مع الاخر حتى هو متقدم شويه، يعني يعرف جيدا لا يعني لما سرت الملاعب هذه تكون متراسيه والدنيا تساعد يعني بكل صراحه. هنا شوف وضعيه بونوا، شاف الاخضر هو بليز افونسي، حتى ولو هو كان شوي متقدم شويه بضع سنتيمات، ولكن شاف الاخضر هو كان متقدم. وهنا الصوره واضحه، والمساعد كان محق بونوا نبيل في قراره، تسلل واضح وصحيح. تدخلت هنا تاع هنا وين كودري دا الانذار، والانذار مستحق. نشوفوا نعاودوا الاعاده،
يروح يتكلم مع الله. شوف شوف هنايا ما كاش مخالفه، دا الكره ما كاش هنا وراها المخالفه. كون يعني خلى دراجه والله تدخل خطير جدا. شوف واش رانا نقولوا، ولكن خطير جدا على امادا، يعني لو لمس له القدم ولا حنا نشوفوا، حنا نشوفوا البوان دو شوك ونشوفوا لا فورس ونشوفوا كاين عده اعتبارات. هنايا جا طاك الكليسون وباه الكوتي اوتيليزي كانت عنده لا كويز. الان اللقطه الاخرى شوف هنايا وين الناس كامل عن بالهم ما كاش مخالفه، هي المخالفه موجوده. صح كيفاش موجوده؟ صح المخالفه درك نشوفوا حنا هنا المخالفه. شوف هنا بالموسى ما قاسوش، هنا هو قراوي لما سقط في الارض جونو غوش تاعو، شوف واش قاش، شوف جونو غوش هو اللي راح ليه وطيح هنا، يعني العلامة الكاملة. صح هنا بكواسا ذهنيا حاضر في المباراة، يعني بكل صراحة يعطيه الصحة. وكانت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول يعني بالمجهودات، رغم ذلك مجهودات كبيرة. لا هو لياقة بدنية جيدة جدا يعني بكل صراحة. الشوط الثاني، الشوط الثاني راح يكون أصعب. أنا نزيد نقول ونكرر، الشوط الثاني وخاصة العشرين أو الخمسطاش دقيقة الأخيرة، لهذا لا بد عليه من حتى اخر صافره يكون في المستوى. انا شفتهم حاجه برك حبيت نقولها، كون جابها لنا ستول لما اعلن مخالفه لاتحاد العاصمه وهو زاد دقيقه، دقيقه خلاصت المخالفه ما تلعبش، من حقه اعلان نهايه الشوط الاول لان القانون بارك الله فيك، تعلمت انت خلاص. لا لا حالة ذكرنا بها فقط، حالة واحدة فقط الحكم تمديد الوقت هي في ضربة الجزاء، إذا خلاص 90 دقيقة من حقه يمدد الوقت حتى تنفيذ ضربة الجزاء. ولكن في هذا في هذه الحالة بكواسا كان مع القانون وكان محق في القرار تاعه فعلا. إذا الشوط الثاني ننتظره أحسن وأفضل، هدف يحرر الجميع، يحرر الجميع. وكما قال محمد نتمنى الشوط الثاني كان 20 مخالفة، نتمنى يكونوا أقل مخالفات في الشوط الثاني، أكثر لعب، ولما لا الفرص من الطرفين، ونشاهدوا بالك هدف في بداية الشوط الثاني راح يمتعنا في الشوط الثاني، راح يحرر الجميع يعني اللي يسجل واللي يتلقى. يعني طبعا كما حدث الموسم الماضي في تقريبا ربع ساعة، سجلوا أربعة أهداف كاملة، لما لا الشوط الثاني يكون فيه تغييرات ربما مع البدايه، اما ننتظر ربع ساعه الاول من الشوط الثاني. يعني شوف بالغ كان ناقص المولوديه برناباس غائب تماما تماما، يعني حتى الاختيار يبقى سؤال يعني. انا اظن ممكن استراتيجيه، انا متاكد يعني ان الستاف تكنيك تاع المولوديه عارف امكانيات المحدوده لبرناباس، ولكن يلعب ربما من الناحيه البدنيه يعني من الناحيه هي ممكن استراتيجيه كازوني يقول باللي الشوط الثاني ممكن تعب تاع اللاعبين تاع اتحاد العاصمه، راح ندخل واحد لاعب سريع ممكن راح يعطي هذيك النشوه في الهجوم هذا، ونظن ان كان يبحث عن الامباكت فيزيك ربما ممكن كازوني جدا. لان خلاه يعني ورقه اللي تكون في الشوط الثاني، ممكن ورقه بالغ في الشوط الثاني، ممكن هذيك يعني الشوط بالدقيقه 60 او 65 الاول خروج، يخرج برناباس يرجع النقاش، وممكن بالغ يكون في الجهه بالنسبه لاتحاد الجزائر. اتحاد العاصمه ما عندوش يعني خيارات كثيره في الاخر، ما عدا حمزاوي اللي ممكن راهو يعني مصاب ورجع من الاصابه، ولكن بالجلالي ايضا في التنشيط ممكن بالجلالي في التنشيط الهجومي ممكن يا ايضا لعب على الجهه اليمنى ما شاهدناش كثير لعب اكثر تكتيكيا على كل وضروا يعني حتى يعني دافع اكثر من اللي هاجم، حتى الكرات ما لحقاتوش كثير، ممكن الدخول بن جلالي او حتى سي دي بي في التنشيط اللاعب في الشوط حتى ونا درارجة ما شاهدناش كثير، وكان عوقبة كيلعب على الجهه اليسرى ممكن اللي يلعب خلف اللاعبين كان احسن. انا كنت نتمنى ان دراجة يكون وراء برناباس ونقاش، هذه يعني يلا الشوط الثاني سيبدا بعد قليل سيداتي ونسي سادتي، توجه مباشره الى ملعب خمسه جويليه، البدايه ستكون بعد قليل بقياده بكواسا لطفي كما نشاهد، والتعليق سيكون لزميل شايب عبد الحفيظ وبمساعده هشام سعدودي والتحليل لمحلل التلفزيون دريس غيموس. شكرا نور الدين على هذه التحاليل وعلى المقابلة المحلية والدربي هذا العاصمي الكبير بين اتحاد العاصمة الذي ينطلق تحت صافرة الحكم السيد بقواصة لطفي في شوط ثاني، شوط يعد إن شاء الله بالكثير في هذه المباراة التي يحضرها الكثير والكثير، يعني أعداد كبيرة جدا من أنصار الفريقين، أنصار اتحاد العاصمة وأنصار مولودية الجزائر في هذه المباراة، المباراة الكبيرة التي قلت نعيشها مرتين في السنة بالنسبة للبطولة
وممكن أننا نعيش ديربي مثل هذا في كأس الجمهورية، وهذا طبعا يخلينا نعيش أحسن اللحظات في كرة القدم الجزائرية. هو عرس بين الفريقين، عرس للجزائر العاصمة، عرس للجزائريين، طبعا عرس كرة القدم الجزائرية. فيه كذلك تربيات في الشرق وفي الوسط وفي الجنوب، يعني في كل أنحاء القطر الجزائري. لباس نذكر أنه هشام من على التماس يساعدنا في طبعا في ملاحظاته، لأنه قريب جدا من أرضية الميدان. وإدريس غيموز محلل التلفزيون الجزائري الذي يرافقنا في التحليل الفني والتكتيكي والتقني طبعا لهذه المباراة. ومحاولة وخطأ، وخطأ بل الحكم ما يقول ولا شيء. إذن لا بأس نذكر بتشكيلة الفريقين. مرضية الاتحاد العاصمة دخل بنفس التشكيلة، زيماموش، عبد اللوي، بن يحيى، شافعي، يايا، درفلو، شريفي، كدري، بن خماسة، بن موسى، وبن قيت رقم 27، شتاء في الاحتياط، إلى جانب سميلة رقم 4، 8 بالجلالي، 10، 9 حمزاوي، 10 حمار، 30 برفان الحارس الثاني، وابو مشرى محمد رضا رقم 38، ميلود حمدي هو مدرب فريق اتحاد العاصمة. إذن تنطلق قلت هذه المقابلة، ونفس التشكيلة بالنسبة لفريق مولودية الجزائر، ما فيش تغيير في هذه المباراة لحد الآن. شعال في حراسة المرمى، حشود إبراهيم القائد رقم 27، تخرج هذه الكرة إلى 6 أمتار، رقم 6 بدمودة 29، بوهنة 15، مباركو 25، بندبكا، أمد إبراهيم رقم 3 14، قروي أمير 17، دير أرجال 9، نقاش محمد هشام 2، برناديس اللي ما شاهدناش كثير في الشوط الأول، بالغ في الاحتياط المؤذن منصوري، سكر، بنخوة، عزي، والحارس نداء السعيد رقم 62. والمحاولة إذن لصالح فريق اتحاد العاصمة، وكما لخصها في نهاية الشوط الأول لخصها إدريس غيموز، قال أن المباراة لعبت بطريقة تكتيكية، ولعبت طبعا كل فريق يحاول أنه يتفادى الأخطاء الجسيمة التي تتسبب في أهداف. ولكن شفنا في هناك تمريرات، شفنا لقطات، شفنا يعني أشياء كثيرة، ولكن ما شفناش الأشياء الخطيرة على مرمى الحارسين زيماموش من الاتحاد والحارس شعال من المولودية. نعم، نظن شفنا لقطتين بالنسبة إلى المولودية، اللقطة الأولى من بندبكا، واللقطة الثانية اللي كان نقاش ربما وضعية تسلل بضعة سنتيمترات. شفنا كرات خطيرة بالنسبة للاتحاد على الكرات الثابتة من بن موسى، من تنفيذ بن موسى في ثلاث مرات كانت قريبة جدا من اللاعبين اللي لو وضعوا رأسهم يعني بكيفية جيدة كانت ممكن تكون فتح باب التسجيل. شفنا ندية خاصة في وسط الميدان ولا في الدفاع، شفنا ندية كبيرة، شفنا ثنائيات فيه اندفاع بدني وشيء جد طبيعي بالنسبة إلى دربيات، وخاصة لما نعرف الضغط النفسي اللي يمر به خاصة فريق اتحاد الجزائر. إذن المدربين طبعا يكونوا طبعا الملاحظات تحهم دولوها وعطوها للاعبين، والخطأ هذا لصالح بن خماسة وزملائه، وراح يكون في التنفيذ بن موسى صاحب الركلات القوية باليسرى، طبعا أشول ولكن لديه تسديدات قوية، راح تكون تسديدة الأولى في الشوط الثاني هذا، لكن يتصدى لها الدفاع، يتصدى لها الدفاع، ولكن هناك تسلل وضعية تسلل يعلن عليها مساعد الحكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يحيى ويدخل مكانه كظهير أيمن بن غيد وزير حمار سيتحول على الجهة اليسار كل شيء ممكن درك هو المدرب أدرى بمستوى اللاعب وكذلك مدى تطبيقه للخطط والمدى يعني صن ابليكاسيون تاع النصائح اللي الموجهه للتطبيق يعني نعم وفي الاستراتيجيه كذلك لانه احنا ما نقدروش نعرفوا زيري انه لاعب يحب المراوغه ويحب سريع جدا بالكره وبدون كره ويحب يلعب خاصه الى لانتويسيون يعني هذيك عنده هذيك الامكانيه الفرديه اللي تسمح له باش يقوم لك بلقطه ولا واحد يكون ينتظر فيها على غير الاهداف اللي سجلها يعني نقدر نقول لك فنيا شوف المحاوله فقط تدريس لصالح امادا تدخل زيماموش تدخل زيماموش كانت بين احضانه ثم درفلو يتفوق عليه بوهنا وهنا ثم ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد العاصمة في خطأ من الاتحاد العاصمة في هذه المحاولة صعبة وضربة جزاء ضربة جزاء للاتحاد بعد ضربة جزاء بن بكيت ضربة جزاء لصالح بن بكيت من الاتحاد في الدقيقة الرابعة بل نعم الدقيقة التاسعة الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني شوف الإعادة راح نشوفها بالصورة البطيئة وتدخل تدخل من الدفاع تدخل من دفاع مولودية الجزائر أمادا شوف هذه من أمادا من أمادا أمام بن قيط والحكم كان قريب من اللقطة يعلن عن الخطأ وعن ضربة الجزاء هل نشوف الإعادة فقط نشوف الإعادة بريس فيه خطأ من هذه الزاوية هذه فيه خطأ ضرب للرجل تاع ضرب للرجل وما ضربش الكرة نعم ما قاش الكرة تماما نظن بن غيت عرف كيفاش يستغل تراجع خاصة اللاعب اللي كان أنفاس ليه مباراكو لأنه يعني كان مفروض عليه هو اللي يخرج به مش مثليش يدخل منطقة 18 متر يعني إذا خطأ هو نعم شوف الحوار هذه أحسن ضربة الجزاء من بن موسى بن موسى أمام شعال بن موسى أمام شعال أمام هذه الجماهير الكثيرة والمشاهدين الكرام طبعا يتابعوا هذا اللقاء مباشرة على قناتنا الثالثة والقناة الرابعة طبعا المحاولة طبعا ضربة الجزاء ضربة الجزاء فيها شغل بالنسبة لفريق أو للحارس شعال وفيها طبعا ذكاء اللاعب اللي راح ينفذ والحظ كذلك يلعب دوره في مثل هذه المناسبات اذا
ضربة الجزاء في الدقيقة 9 هل يتمكن بن موسى من فتح باب التسجيل وهل يمكن لشعال أنه يتصدى لهذه الكرة؟ تبقى الحديث مع تنفيذ هذه ضربة الجزاء هذه إذن. وبن موسى يسجل هدف، بن موسى يسجل الهدف الأول ويمكن الكرة في شباك الحارس شعال رغم الارتماء نتاعو في الاتجاه المعاكس. طبعا بن موسى يسجل بقوة وبقوة كبيرة جدا ضربة الجزاء، هدف مقابل صفر، الهدف الذي راح يكون ربما المحفز لفريق بنودية الجزائر والمحفز لفريق اتحاد العاصمة باش يكون اللقاء أكثر حماس وأكثر إثارة أكثر عمل. هذه الفرحة الكبيرة بأنصار اتحاد العاصمة، نشوف المدرجات مدرجات مملوعة عن آخرها، فرحة كبيرة بهذا الهدف الأول لصالح فريق اتحاد العاصمة التي جاءت بعد هذه المحاولة. شوف الحارس شعال لا يعمل ولا شيء لأنه كان في الاتجاه الاتجاه المعاكس للكرة، إذا هدف راح يعمل العمل تاعه راح يفعل فعلته لأنه محاولة لصالح نقاب الدرجة. تدخل وتعديل النتيجة لا، ويدخل الدفاع، يدخل دفاع اتحاد العاصمة يرجع وخطأ، خطأ يكون ربما لإنذار، لا الحكم الحكم يعلن عن ماذا؟ الخطأ لصالح البنودية وبطاقة صفراء لابن موسى، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لرقم 17 بنجيت، بنجيت يتلقى البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء ظن انه كودري يتلقى بطاقة صفراء، بن موسى بن موسى يتلقى مبدئيا بن موسى عبد الحفيظ الثانية واحدة فقط. لا 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 نظن هشام راهو اقرب من بنغيت، بنغيت اللي تلقى البطاقة لانه يعني ما شفناش لمن وجهها جيدا. نعم بنغيت نظن البطاقة الأولى لبنغيت، البطاقة الصفراء لبنغيت، نعم عبد الرؤوف لبنغيت. شفنا ردة فعل قوية من جانب المولودية تماما يعني مباشرة من بعد خروج الكرة من لارميز، شفنا انطلاقة دراجة افتكاك الكرة بصرامة يعني وديتيرميناسيون سدد الكرة، كانت فرصة سانحة للتسجيل نظن جات الرجل الأيسر للاخر اللي ما كان متعاملش جيدا مع الكرة، وإلا كان هدف التعادل يعني. إذا الكرة لصالح حشود، حشود أمامه طبعا الدفاع، أمامه دفاع اتحاد العاصمة اللي يحاول أنه بل رجع بكل عناصره، بكل عناصره في منطقة 18 متر، لأن الكرة راح تكون خطيرة جدا في هذه الأولى، لأنه الكرة تكون لتنفيذ بقوة من جانب حشود هذا دون شك، يا إما ناحية مرمى الحارس زيماموش أو ناحية المهاجمين. وزيماموش زيماموش بقبضة اليدين، تبقى الكرة لصالح مولودية الجزائر في هذه المحاولة، تقص ثم ترجع لصالح اتحاد العاصمة. بنكيت ناحية أسامة درفلو، درفلو يتفوق عليه الدفاع، ترجع الكرة لصالح فريق حشود، حشود وتدخل موفق لدفاع اتحاد العاصمة، دفاع اتحاد العاصمة يتدخل عن طريق بن خمسة ثم الكرة إلى الركنية، ركنية لصالح اتحاد مولودية الجزائر بعد تدخل من كودري حمزة، كودري حمزة ويشد شوف هذه إعادة ثم كيف مشيت مباشرة إلى الحارس زيماموش اللي الكم هذه المحاولة، ثم في القائم الأول تدخل من دفاع ثم ترجع بهجمة معاكسة لصالح اتحاد العاصمة، هجمة معاكسة عن طريق يايا ثم يتحصل على تماس. نعم يايا فوزي سريع جدا ولكن أمضت عام جيدا لأنه أغلق
على يايا باش ما يمرش الكرة الوسط ويخليه انه سواء يروح يمشي بها على الاطراف اللي ما تكونش خطيرة ويقدر يعمل التغطية بعدها ولا تدخل كما كان. ولكن شفنا رد فعل المولودية كان قوي قوي جدا. دوكا راح نشوفوا مقابلة أخرى، راح نشوفوا كيفاش نجاعة المرتدات والهجمات السريعة من جانب الاتحاد والضغط المركز لجانب المولودية وكذلك برودة الأعصاب راح ربما تكون من عامل مصيري في هذه في يعني النتيجة النهائية تاع هذه المقابلة. لأنه في اللحظة الأخيرة لو كان اللاعب تاع المولودية تماسك نوعا ما في أعصاب وكانت برودة الأعصاب كان ممكن بسهولة أنه يوضع الكرة في الشباك. نعم، إذا الشريكي هو اللي واقع على أرضية الميدان ينتظر عودة الشريكي رقم 19 في الدفاع ويرجع طبعا الشريفي الى ارضيه الميدان بعد اذن الحكم. اذا يرجع شريفي يعزز دفاع فريق اتحاد العاصمه، تدخل من بنكيت ومباشره لصالح اتحاد العاصمه، ثم ترجع الكره هذه لشعال فريد. شعال يخرج الكره ثم مباشره من دفاع اتحاد العاصمه في هذه المباراه، قلت من الجوله السادسه يعني مباراة متأخرة، وبرمجت في أربع مرات وهذه الخامسة لعب اللقاء ونحن نعيش الشوط الثاني من هذا الدربي الكبير بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر العاصمة. ومحاولة طويلة من شعال ترجع لوسط الميدان كودري والتفاوض في وسط الميدان مع لاعبي مولودية الجزائر، يخليها اللاعب لمن؟ للشفعي يخرجها مباشرة دلاوي. نعم دلوي. ولكن شفنا أخطاء كثيرة من جانب الدفاع في الترانسميشن البال الأولى، الشيء اللي خلى بن غيط فتك لهم الكرة في المرة الأولى وذهب وتحصل على ضربة جزاء. وشفنا هنا كذلك نفس الخطأ اللي قام به باراكو، أنه في بعض الأحيان لما تكون عندك ضغط عالي من جانب المنافس ما يلزمش تلعب الكرة القصيرة في الدفاع، لابد أنك ترمي دوزيام لين. إذن حشود يتمين هذه المخالفة. نحن نعيش دقيقة 63 من المباراة، ترجع من الدفاع ثم أمضى ناحية الدفاع مرة أخرى، دفاع اتحاد العاصمة يخرج هذه الكرة الصعبة والخطيرة، تبقى خطيرة لصالح فريق مولودية الجزائر. أمضى في أو بن دبكة اللي ما شاهدناش كثير في هذه المباراة، يتحصل قروي على التماس ينفذ بسرعة، لا الحكم يقول أو مساعد الحكم يقول كرة لصالح اتحاد العاصمة، ينادى على بالغ ليكون بديلا من جانب المولودية في هذا اللحظات. نعم بالغ يدخل هشام، بالغ طبعا يدخل لأنه مهاجم صريح هداف كذلك، يحسن يعني التموقع وسجل العديد من الأهداف لصالح مولودية الجزائر في هذا الموسم. محاولة لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق بن يحيى في تبادل كروي، وصعبة هذه الكرة ناحية اتحاد العاصمة، ثم تدخل الدفاع عن طريق حشود وخطأ على حشود. لكن شفنا إرادة كبيرة من قواصة، يطلب من اللاعب حشود أنه يتقدم إليه ويلعب بروح رياضية، يعني مقواصة قريب جدا من كل لقطة، ويطالب اللاعبين أنهم يلعبوا كرة نظيفة دون الاحتجاجات. وطبعا اللاعب فوق أرضية الميدان عليه أنه يعمل المستحيل ويعمل العمل بتاعه ولا يحتج على الحكم، بل يلعب الكرة. سفيان بن دبكة ترجع كرة في وسط الميدان ناحية أمادة، توزيعة مليحة من بودا المدافع الأيسر بودا إبراهيم، ضاعت كانت يعني جميلة من أمادة لغير اتجاه الكرة لناحية اللاعب اللي كان وحده. هنا سوء التركيز يعني قلت النرفزة وسوء السير. نعم الشيطة هو من سيكون البديل الأول في المباراة، مكان بن يحيى ضعف الاتحاد. نظن
التمركز تاعو الموقع اللي وضعوه فيه مش الموضع تاعو يعني بطبيعة الحال ما يأديش المقابلة، يرجع بنغيت ربما على اليمين باش يستغل كذلك فرصة بنغيت إمكانيات بنغيت في المرتدات لأنه نعرفه سريع جدا، وكذلك يعني مجال لحمار لا بطبيعة الحال ربما باش يهيئ الأمور لدخول حمار. بينما ديرجا سيترك مكانه لبالغ، بالغ يا هشام راح يكون ممكن جدا في مكان ديرجا رسميا. نعم، وانا بالنسبه الي برناباس هو المفروض انه يخرج لانه ماشي ما قدم ولا شيء، يعني ما شفناش ولا كره خداهم سواء عاليه ولا في الرجل، ما شفناش تحركات تاعو جيده، ما شفناش يلعب للرفاق، ما شفناش يعني تاثيره على دفاع. والان بالغ سيدخل مكان ديرار جواليد، بعده شيطا يدخل مكان بن يحيى محمد. اذا بن يحيى هو اللي يخرج وديرار جا يخرج ويترك مكانه. نعم خطأ نظن بالنسبة إلي، خطأ من المدير الفني تاع مولودية الجزائر. إذا خروج ديرار جا ودخول بالغ هو أولى وأقرب ويعرف بعديه اللي هو بطبيعة الحال فعلا، ولكن احنا نشوفه بكل موضوعية لأنه نشوفه بلي برناباس غائب تماما، ولا يعني سواء من حيث تأثيره على دفاع الخصم ولا من تحركات نتاعو ولا من حيث خلق الفرص، لانه راه من لاعب محوري لابد عليك على الاقل تخلق الفرص. هو اللي كان الشيء اللي يتكلم عليه كازوني انه اللاعبين نتاعو في الهجوم ما يخلقوش فرص وما يجسدوش الفرص. حاب يلعب الكل في الكل حسب رفيق سيفي، سيخرج برناباس بعد لحظات. هذا شيء نوعا ما منطقي، ولكن حذاري من المرتدات لانه شفنا اتحاد الجزائر خطير جدا في المرتدات وعنده اللاعبين اللي يحسنوا المرتدات. نعود للمقابله لان فيه هناك كره ثابته منفذه كما ينبغي. تسلل ولكن الحكم يرفع رايته، على انه هناك تسلل. يساعد الحكم يرفع رايته ويقول هناك وضعية تسلل واضحة. سنشاهد هذا بالعرض البطيء مع زملائنا الفنيين والسيد طبعا مساعد الحكم اللي هو إبراهيم الحملاوي. سيد علي فعريته احنا شفناها من هنا يعني واضحة، شوف فيش مجال للنقاش هنايا. رأسية كانت بن دبكة. نعم شوف تفوق بن دبكة في الرأسية، لا ديفياسيون كانت اللاعبين، اللاعب اللي كان في متسلل واضح. إذا وضعية تسلل، وسنعرف ذلك مع الخبير التحكيم سيد زكريني محمد. والمحاولة لصالح فريق مولودية الجزائر التي تحاول الضغط بشكل مكثف لتعديل النتيجة التي طبعا الهدف الذي سجله فريق اتحاد العاصمة عن طريق ضربة الجزاء في الدقيقة 9 من الشوط الأول أطرى أو حفز لاعبي مولودية الجزائر على أنه يكون رد فعل سريع. بنقيد هو بنقيد رجع إلى مكانه الأصلي. نعم. وهو طاهر أيمن. قلت إحصائيا فقط نتكلم منذ بداية الموسم ما شفناش المولودية كانت خاسرة ورجعت في المقابلة. شوف المحاولة لصالح اتحاد العاصمة صعبة وخطيرة جدا على الجهة اليسرى وخطأ لصالح اتحاد العاصمة بطاقة صفراء لقروي على كودري حمزة، يعني كودري ونفس طريقة اللعب. أنا لي دو بي ديكولي من الأرض، يعني رجلين
صاعدين تقديم الرجل وتقديم الرجل. نعم طبيعة الحال بطاقة واضحة معتادة يعني عرفنا نعرف قراوي طريقة لعبه تاكل تاع قراوي بهذه الطريقة دائما لم يتغير أبدا. هو وكدري حمزة لا كودري بالنسبة لي كودري أحسن منه بكثير. لا لا يعني كودري عنده طريقة لا ولكن كودري لما تكون عنده الكرة يعرف يلعب الكرة حتى ولو أنه عنده حماس زائد نوعا ما في التدخلات نتاعه ولكن فنيا أحسن بكثير من قراوي. سوكر في عملية الإحماء و الهدف اليوم اللي هو صاحب ضربة الجزاء وصاحب اليسرى القوية في تنفيذ هذه الكرة الثابتة الصعبة جدا على مرمى الحارس شعال صعبة جدا تنفذ ولكن خارجة إلى 6 أمتار يعني وطحها خارج الميدان تماما. يدخل إذن تغيير سوكر مكان برناباس كما كان معولا. نعم دريس محق سجل الموسم الماضي يعني دخول سوكر خبرة نتاعو كذلك شوف الخبرة نتاعو زايد انه يعرف جيدا لاعب الاتحاد المدافعين يعرف نقاط الضعف نتاعهم. هنا ربما راح نرجعوا للطريقة الكلاسيكية اللي عاهدناها نقاش في المحور بالغ في على اليمين وسوكر على اليسار راح ربما راح تكون احسن. سوكر يلعب كرأس حربة لا نقاش اللي يلعب كرأس حربة وسوكر يلعب على الجهة اليسرى. نعم اذا يلعب على طبعا في الهجوم ولكن يحسن كذلك التموقع سوكر يحسن جيدا التموقع و تضيع الكرة من مولودية الجزائر وترجع لصالح اتحاد العاصمة عن طريق بالخماسة من خماسة ضايعة منه أيضا الكرة ترجع لحشود القائد و أمضى يمد الكرة. شوف كيف يوزع كرة جميلة جدا يخلي اللاعب يعني في مساحة تسمح له باش يلعب الكرة مباشرة لصالح برأسية من دبكة سفيان. ولأول مرة شفنا توزيعة يعني سير أكسيوم موبيل وربع لاعبين تاع المولودية في داخل 18 متر ولكن نقول حذاري من لاعبي الاتحاد لأنهم يلعبوا إرادة كبيرة وسرعة يعني نقدر نقول لك سرعة راهي فاقت وتفوق نوعا ما سرعة مولودية الجزائر. أنت تلاحظ هشام هذا تلاحظه التقريب جدا من أرضية الميدان فعلا. طبعا تلاحظ أنه فريق اتحاد العاصمة لما سجل هدف انتعش أكثر نفسيا حتى بدنيا يعني الدافع المعنوي لأنه كان عندهم مشكل كبير نفسي كبير قبل الديربي تعثرين متتاليين الخروج من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا يعني الجانب النفسي كان مضروب بالنسبة لعناصر الاتحاد. المؤذن من جانب المذيع سيكون تغيير الثالث مكان قراوي المهدد بإنذار ثاني وحشود في هذه الكرة طويلة لهذه الكرة ناحية قراوي ما يلحقش عليها وترجع الكرة لصالح فريق اتحاد العاصمة في بسرعة نعم ناحية محاولة لصالح بن موسى ثم ضيع منه الكرة اللاعبين ما همش قادرين حتى يتحكموا في الكرة في أرضية وشوشبة طبيعية طبعا هذا هذا طبعا بالخماسة والإنذار إنذار لمن يا هشام بالخماسة 24 خروج قراوي الآن ودخول المؤذن عبد الله. هنا ربما راح نشوفوا المولودية أكثر تأثير في الهجومية مع لاتوش تكنيك تاع مؤذن وكذلك بالغ ربما راح يلقاو الحل المولودية ولكن لابد أن يكون فيه الصبر على بناء الهجمة رانا ما نشوفوش بناء الهجمة مع صبر في البناء. شريفي سيخرج لأنه يعاني عضليا وسيدخل مكانه وزيري حمار وبن موسى راح يرجع طاير أيسر صريح. نعم إذن خروج يعني اضطراري هذا تقني واضطراري أيضا لأنه يعني شريف يعاني بدنيا وعضليا لا طبيعة حال شريفي مستعملش كثيرا في البطولة لعبش كثيرا. نعم نعم إذن شريفي يخرج ويدخل حمار رقم 10 والمحاولة لصالح مولودية الجزائر ناحية بن دبكة سفيان
يبحث عن من تمريرة وتوزيعها، لكن هناك الدفاع، دفاع اتحاد العاصمة المتفوق في الكرة الكثيرة. ثم مولودية الجزائر في محاولة وفيه خطأ، لا بل نعم تدخل من جانب ربما يكون ان شاء الله فقط انه كان بنقيط على ارضية الميدان، استدام استدام فقط. اذا كان شيء يعاب على الطاقم الفني تاع مولودية الجزائر هو التغيير المستمر في خاصة في لالين داتاك، يعني كل مرة نشاهدوا اون لين جديدة. شوف هذا اللي رانا نشوف فيه يعني تسلل هنا فقط رأسية بن دبكة. نعم رأسية واضحة، رأسية بن دبكة إلى برناباس كان في تسلل. قلت فقط كازوني ومدرب كازوني كل مرة يغير لالين داتاك تاعو ونوعا ما يغير لاعب أو اثنين من وسط الميدان، ما يخليش الميكانيزمات يتوضعوا بسهوله. شفنا مؤذن ادى مقابلات جيده جدا سواء مع هذا دفاع تجنانت وكذلك الواحد بعد يصبح في الاحتياط ولا ما مش هذاك. شفنا كذلك بالغ اللي كيحكم سور لالونسي يعني وكان مؤثر في كثير. شوف محاوله لصالح فريق مولوديه الجزائر وتدخل جماموش، تدخل زماموش كان فيه سوء تفاهم بين عبد اللاوي وزماموش الحارس، طبعا يطلب الحذر وهكذا يشد الحماس من على المدرجات. وتبقى اتحاد العاصمه، يبقى فريق اتحاد العاصمه متفوق بهدف مقابل صفر منذ الدقيقه التاسعه. لهذه الكره جميله من بن زيري حماسة. من الزيري كانت لقطة فنية رائعة. وكرة لصالح فريق مولودية الجزائر. نقاش فيه محاولة لصالح فريق المولودية الهائلة على عن طريق مليحة، لعبة جماعية ومحاولة لكن تدخل دفاع. شوف خمسة ست لاعبين، ست لاعبين في اتحاد العاصمة في اثنين لاعبين بن جلالي سيكون آخر تغيير من جانب الاتحاد. طبعا العدد كبير في الدفاع ولكن بهذه الطريقة أحسن دفاع والهجوم، لأنه لو يبقى فريق مولودية الجزائر يسيطر ويحاول محاولاته ستكون خطيرة على الحارس زماموش. محاولة لصالح فريق مولودية الجزائر، رأسية صعبة كثير يعني ما خرجتش بعيدة عن القائم الأيسر للحارس زماموش، رغم وجود وتواجد عدد كبير من 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 عناصر دفاع أو من عناصر اتحاد العاصمة. شوف هيا الريحة يعني كانت خطيرة جدا، خطيرة. ونقاش هو اللي كان لا بدبودة اللي وبالغ وراه يعني نظن فرصة سانحة لتعديل النتيجة ضيعت من قبل المولودية. ولكن قلت لك الآن اللي يضيع يا تريس يضيع الفرص راح يندم على هذه الفرص. وانطلاقة تقص من جانب الشوط وترجع كرة لصالح فريق مولودية الجزائر. يوقف هذه الكرة وخطأ، خطأ نعم خطأ في لكن مولودية الجزائر ما فيش ديستريبيوشن يعني كما توزيع الهجمات متكافئة. شفنا الجهة اليمنى مش مشكلة تماما الجهة اليسرى. تعددت المخالفات ومن الشوط هذه المرة ثم خروج زماموش محاولة لفريق اتحاد أو مولودية الجزائر. تخرج هذه الكرة يخرجها دفاع اتحاد العاصمة، تبقى الكرة لصالح أمدا ثم على الجهة اليمنى حشود في مراوغة ثم الخطأ، لا ما فيش خطأ وكرة لصالح فريق اتحاد العاصمة اللي رجع عن طريق عبد اللوي رجع الكرة هذه مباشرة للتماس. هناك يايا ما شفناهش كثير في هذا الشوط الثاني
نقول انه ربما يدافع. يلعب على الكرات المرتده او راهو يدافع وكل ما تسمح لهم الفرصه لاعبي الاتحاد باش يفتكوا الكره راهم يصعدوا بعدد كبير للهجوم. بالجيلالي سيدخل مكان كودري. غيموس عفوا بالجيلالي سيدخل مكان كودري، كيف تقرا هذا التغيير؟ لا نظن كودري كذلك ما لعبش كثيرا، راهو ربما من الناحيه البدنيه راهو يعاني ويحوس انه يوضع بالجيلالي. نعرفوه يعرف كيفاش كان فيه منذ الشوط الاول فيه اكتظاظ في وسط الميدان بالنسبه لجانب الاتحاد والمروديه، وكانه نلعب مباراه تاع لاعبين وسط ميدان فقط. هذا الديربي، هذا كان ما كان متوقع ومتوقع جدا. شوف هشام حاليا يدخل بالجيلالي السريع جدا مع حمار، يعرف يحتفظ بالكره ويجيب الاخطاء هذا هو اللي يبحث عليه المدرب. يقدر يعني يدخل منطقه العمليات وترتكب عليه اخطاء، يبحث عن الاخطاء سواء اخطاء تكتيكيه باش يجيب الخطا ويخلي الدفاع تاعه يسترجع امكانياته ويصعدوا للامام، ولا خطا كما قلت انت يا اللي يجيبه ممكن يكون خطر على دفاع المولوديه. المهم ان ابو هنا يسترجع الكره، يسترجع الكره امام درفلو اسامه، درفلو ناحيه امادا، امادا وانطلاقه للمؤذن، المؤذن يوقف هذه الكره لمن؟ يمد كرة بالعمق، ولكن تدخل الدفاع رجوع كلي وتام لفريق اتحاد العاصمة في منطقته، ومن هناك فريق مولودية الجزائر عن طريق ليباراكو. ليباراكو يستنجد بالحارس شعال، شعال طويلة وبنقير، بنقير ثم يوقف هذه الكرة وخطأ. شفت الضغط العالي للاعبي الاتحاد على دفاع المولودية، هذا يعني تكتيكيا جد مهم، لانه حمدي ماهوش حاب اللاعبين تاعو يرجعوا كثيرا بعد هذه المحاولة. دريس عفوا وخطأ اخر، خطأ اخر يرتكب سوغان، يعني رجع لمنطقته وارتكب الخطأ والسيد بقواس يطلب يفرض عليه الرجوع، لانه لما تشوف اللاعبين تقدموا تاع الخصم هنا شوفها بدبودة اللي تقابل الخطأ وليس سوليرا، بدبودة في اعتراض والمقابلة تبقى منها حوالي 7 دقائق من الوقت الرسمي، يعني من الوقت 90 دقيقة، يعني نعيش 83 دقيقة والحارس شعال وبن موسى صاحب اليسرى القوية، بن موسى أرضية ويتحصل على ركنية وأصبح فريق مولودية الجزائر في منطقته يدافع، لأنه معول على أنه يعدل النتيجة وحذر جدا على انه يتلقى الهدف الثاني. حذر جدا. والاتحاد من الناحيه التكتيكيه راهو احسن من المولوديه بكثير، لانه بل جيلالي في هذه الركنيه ترجع الكره لصالح اتحاد العاصمه، وتروح الكره هذه لصالح مولوديه الجزائر، ترجع للاتحاد ومحاوله صعبه وخطيره جدا يوزعها مع طريق درفلو. الهدف الثاني لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 84، الهدف الذي أمضاه اللاعب درفلو أسامة بعد خطأ في دفاع مولودية الجزائر، وقلت أن الدفاع يرتكب الأخطاء لذلك رجع بقوة، ولكن أسامة درفلو يضيف الهدف الثاني والتغييرات التي أحدثها مدرب فريق اتحاد العاصمة ميلود حمدي والطاقم الفني طبعا جاءت بثمارها، لأنه يا هشام لأنه التغيير كان بمهاجمين ولاعبين عندهم السرعة. تكتيكيا متفوق عليه وعمل ما لابد على أي مدرب أنه يقوم فيه في هذه الحالة. أنت متفوق، تعرف أنه الخصم راح يرمي بكل ثقل تاعه، سواء من ناحية شوف هنايا توزيعة كانت رائعة جدا،
كانت رائعه جدا من بالجلالي كذلك قراءه. شوف 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 هنايا شوف كيفاش على اساس انه تروح امام الدفاع يشوف هذا الدفاع والحارس الحارس بطبيعه الحال يجي في ظهر في ظهر المدافعين. نعم تبريره في ظهر المدافعين وهو يعرف امكانيه اللاعبين اللي معاه. اسامه دار في اللو شوف هنا حتى الحارس حتى الحارس يعني ما قدرش يخرج عليه لانه كانت في الدوزيام بوطو وبعيده عليه. لو يخرج ما راحش يديها وخرج وراء في ظهر في ظهر المدافعين. وسامدر في اللو سريع جدا ويعرف يقرا الكره. قلت تكتيكيا قلت لك قبل ما يسجل الهدف انه الاتحاد راهو يلعب احسن من المولوديه لانه راهو يضغط باللاعبين تاعو كلما تتيح ليه الفرصه باش يفتك الكره يروح بسته سبع لاعبين في الهجوم محاولة المضاعف الشيء اللي يحدث. ولكن عفوا برك تحفيل باش نبارك لانه شوف المولوديه راهي تحاول انها تلعب بالمشروع نتاعها اللي جابوا كازوني ولكن مش في كل مره نلعب في الدفاع. عدم ربما هذا الشيء نقولوا عدم اقحام اقحام بالغ في البدايه وفيه هناك بطاقه صفراء لمن لاحد اللاعبين احد لاعبي سوغرن احد لاعبي فريق مولودية الجزائر بعد التدخل بالجلالي على لا باس عندك شفت التدخل كان على بالجلالي نظن فعلا من بدبوده بدبوده واضحه وشكرا للزملاء التقنيين والفنيين على هذه الصور الجميله جدا والبطاقة نظن راح تكون البطاقة الحمراء لأنه تلقى إنذار الأول بطاقتين هي بطاقة حمراء مباشرة صفراوية لا يعني من المفروض لأنه أحد لم يتخذ قراره بعد الحكم بوكواس لم يتخذ القرار نعم لم يتخذ لكن نهضر من المفروض في تواصل مع حكم مع المساعد لك فيه بطاقتين صفراوين فيه حمراء يستدعي بدبودة المفروض صفراء اللاعب تاع الاتحاد وحمراء اللاعب المولودية صفراء لكلا اللاعبين الصديقين يعني اذا صديقين خارج ارضيه الميدان نعم اذا هم كلهم اصدقاء وذكر بانه في نهايه اللقاء ستمنح جائزه افضل لاعب في الديربي من هو السيد يحيوي يقوم بالاجراءات من هو نعم يعني كان في الشوط الاول في الكواليس من المفروض حسب مصادري في الشوط الاول كان اماده في الشوط الثاني اخطا اماده فمنح فرصه ذهبيه لمنافسه من حيث الجوده ومن حيث الحضور اللي هو بن قيط بالنسبه هذه الكره لصالح فريق مولوديه الجزائر تدخل الدفاع وخطا خطا لصالح فريق اتحاد العاصمه المتفوق بهدفين مقابل صفر أمام الجار وأمام الشقيق وأمام المولودية التي كانت عندها طبعاً كرة القدم سلسلة من طبعاً هذه كرة القدم كرة القدم وتلعب على جزئيات وقلنا أنه ما فيش رابع وفي خامس وفي لا في الدربيات تسقط كل الحسابات دربي عاصمي حقيقي ممكن أنه كان يكون فوز المولودية ممكن ولكن نقول هذا بكل تحفظ لان المباراه ما زالت ما انتهتش وبقات حوالي دقيقه عبد الحفيظ اربع دقائق تضاف من الحكم الرابع ورسميا عبد الرؤوف بن قيط هو رجل المباراه بعد الاستفتاء الذي قامت به الرابطه على راس ياسين يحيوش نعم هي عمليه طيبه جدا تشجيع اللاعبين وطويله وتدخل الدفاع الشفعي بانه الاستفتاء يشارك فيه رجال الاعلام مكلفون بتغطيه المباراه في وسط الميدان يرجعها الحكم وترجع الكره لصالح فريق اتحاد العاصمه محاوله على الجهه اليمنى في توزيع درفلو وتدخل الدفاع والا كان يكون الهدف الثالث وتصبح النتيجه اثقل اذا كان في هناك تماس نظن نعم كان في هناك تماس بل الحكم يطلب كان فيه خطا شوف التمريره اللاعب حشود امام درفلو و ما لمش يعني لا ما فيش خطا لك هنايا تدخل رائع من حشود شوف
الى بلوكي لابال. نعم. بعد ما خرجت من قدم تاع درفلو. نعم. شوف هنا يوم بعد درفلو كملها كما ينبغي. اربع الحارس دقائق. كذلك اربع دقائق ادريس، اربع دقائق لصالح بين او الوقت البدل الضائع محاوله لصالح زيماموش. زيماموش امام في مأمن امام رفاقه، قلت الاخوه الفنيين والتقنيين والمخرج زميلنا يزيد بلكوت. صور جميله جدا يصنعها التلفزيون الجزائري، المدرسه الحقيقيه، مدرسه كبيره، مدرسه كبيره، الحافلات التي تنقل المباريات وتنقل كل شيء يعني الزاتية. هذا اكيد بقياده سليم ورزيق مصورين باش ما يزافوش علينا كل الاسماء والمايسترو طبعا يزيد بلكوت. امامك مصور رائع. هنا تحية فقط ندير الياس سعداوي مناصر اتحاد اللي شفتوه قبل المقابلة وكأنه شبح يعني ضمرة رجعت فيها الروح. الدربي. نعم. خطير جدا لأصحاب القلوب الضعيفة. إذا يبقى فريق اتحاد العاصمة محافظ على الكرة وفريق المولودية في هذه الهجمة ناحية نقاش طويلة والحارس زيماموش لعب دورا كبيرا في هذه المباراة وشجع رفاقه كثير طبعا في هذه المباراة اللي لعبت بحسابات المدربين ولعبت طبعا في الشوط الثاني. أكد فريق اتحاد العاصمة أنه مستعد نفسيا وبدنيا لهذه المواجهة. في خطأ وإنذار يعني فيه بطاقة بطاقة رقم 23 مؤذن إذا بطاقة صفراء. إذا الدقيقة 92 وبعض الثواني والنتيجة هدفين للاتحاد لا شيء للمولودية. هل يثأر فريق المولودية في مقابلة العودة أو في مقابلة لو يلتقي الفريقين في كأس الجمهورية؟ فالمهم أن الديربي نقول فيه هدفين، فيه شوط أول كان متواضع أو فوق يعني متوسط نقول، وشوط ثاني كان أحسن، ولكن من جانب المولودية العديد من اللاعبين في الهجوم ولكن الفعالية غابت اليوم عن مولودية الجزائر. المؤذن في توزيعها ناحية أمادا. أمادا ضيع له كرة، ضاعت كرة مثل هذه. نعم. وسجل الاتحاد عن طريق أخطاء مثل هذه الخطأ في محاولة لصالح فريق لولا تدخل اللاعب مباركو وواحد اثنين وتدخل في خطأ من لاعب الاتحاد شافعي. نقدر نقول شافعي اللي كان فيه أخطأ أمام اللاعب اتحاد العاصمة. وجمهور الغفير اليوم اللي صنع الحدث اليوم في ملعب 5 جويلية بمركب محمد بوضياف وتدخل من جانب الحارس الحكم عفوا السيد لطفي بقواصة معلنا عن نهاية الشوط الثاني بتفوق اتحاد العاصمة بهدفين مقابل صفر. ضربة الجزاء في الدقيقة 9 من جانب اللاعب بن موسى، ثم هدف ثاني كان من درفلو في هذه المواجهة الأخوية بين الأشقاء وبين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. شكرا لكم على حسن الإصغاء والانتباه.